أخبار اليوم. question 5 number 1. طبعا دي المسألة ده example محلول في كتاب المدرسة بتاع الباريوم كلورايد زي اللي احنا عملناها في امتحان التاني بس كانت كالسيوم كلورايد، نفس القصة بالظبط ونفس الخطوات اللي احنا شرحناها. بتجيب برضو وزن المية، الفرق التو ماسز داود بيفور ودي افتر، بعمل لهم ماينس وبعمل نفس الخطوات. بالنسبه رايز ايكويشن اوف ريتشارجنج، هناك كان ديستشارج في الامتحان الثاني، المره دي هنا طالب مين ريتشارج، يعني عكس، يعني هتبدا بالليت سلفيت، تو ليت سلفيت وتو ووتر، وتنتهي بقى بالأربعة اتش بوزيتيف واثنين سلفيت وبي بي وبي بي او 2. طيب نيجي لسكندلي، وان اوف ذا ثاوزند تو هنا بيقول وان اوف ستودنت، ده سؤال فيه شيء من التفكير شويه لانه مش تقليدي يعني. فبيقول لك بنت او طالبه عملت تو اكسبيرمنتس، رياكشن اوف هيدروكلوريك اسيد، هيدروكلوريك اسيد ويز 2 جرامز اوف مغنيسيوم. شي نوتس ذات ذا فيرست اكسبيرمنت ذات ذا كونسامشن، الاستهلاك بتاع المغنيسيوم توك ان 2 مينيتس، يبقى التايم هنا 2 مينيتس. عادت الاكسبيرمنت تاني استغرقت لنفس الماس، استغرقت 3.5 مينيتس. ايه اللي حصل عشان الماس، عشان التايم يختلف؟ هنا التايم 2 مينيتس، هنا 3.5 مينيتس، هنا شورتر تايم، هنا لونجر تايم، هنا فاستر رياكشن، هنا سلور رياكشن. ايه اللي حصل؟ ايه اللي بيأثر على الريت اوف رياكشن؟ ممكن يكون كلنا عارفين النيتشر اوف سبستنس، مغنيسيوم سوليد بلوكس هتاخد تايم، لكن سوليد باودر هتاخد وقت ايه؟ اقل. هنا باودر، هنا ممكن عملت هيتنج في ثاني خطوه زودت ايه؟ الري. يبقى ممكن تتكلم عن حاجتين، السيرفيس اريا سبوستوز رياكشن اند تمبرتشر. هنا مساله على الديجري اوف ديستيشن اوف 0.1 مولر اوف هيدروسيانيك اسيد، ده ويك اسيد. طب عادي بيديني مولاريتي ويديني كي، وعايز مين بقى؟ عايز الالفا، يبقى الفا ايكوال سكوير روت كي اي على سي اي زي اللي جت السنه اللي فاتت. رايت ذا نيم اوف كومباوند، خلي بالك هنا مديك حريه تكتبه كومن كوميرشال ساينتفك نيم ايوباك اي حاجه. اول واحد ذا اجلست كومباوند كلنا عارفينه اللي هو الدي دي تي. تاني واحد الكومباوند بريبيرد فروم ذا رياكشن اوف كلنا انا عايزك بقى تاخد بالك من النيتريشن ميكشر ده، مخلوط النيترا اللي هو كونك نيتريك وكونك سلفيرك وزيرش 1 تو 1 مع التلوين يبقى تي ان تي على طول، يبقى ده دي دي تي ده تي ان تي. ان اورجانيك كومباوند ذات هاز ذا جريست اندستريال امبورتنس، دي اللي صعبه بقى، دي بقى اللي ايه ما ياخدوش بالهم منها دي، هنعلم عليها دي. لان هنا ده يقصد الفينول اهو، قال لك هيطلع منه دايز وبوليمرز وساليسيليك، يبقى الفينول بقى. طيب هنا بقى الكومباوند يوزد از مويستشرايزر، دي معروف ان هو الجليسرول الجليسرين. انسكتسايد من البنزين يبقى ما فيش الا الجامكسين، وهنا فروم ايتس بروبرتيز هيت ريزيستنس يبقى الباكلايت، يبقى عندنا ادي المركبات كلها قلنا. وشكرا، ان شاء الله تلاقوا الاجابات النموذجيه في الملحق الاسبوعي للاخبار.